أهلا بكم. قطع عشرات الآلاف من المتظاهرين الطرق المؤدية إلى البرلمان في العاصمة الأرمينية يريفان. المتظاهرون خرجوا إلى الشوارع بدعوة رئيس الوزراء نيكول باشنيان احتجاجا على تعديلات تمس قوانين يقول باشنيان إنها ستحصن النواب وتعقد حل البرلمان. كما أعلن رئيس الوزراء الأرمني عزمه تقديم استقالته من أجل الإسراع بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. ويذكر أن الدستور الأرمني ينص على حل البرلمان في حال استقال رئيس الوزراء ولم ينتخب البرلمان بديلا عنه خلال أسبوعين.